نرحب فيكم في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين الموافق 20/4/2020. راح يشاركنا اليوم معالي الدكتور محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي. قبل قليل انتهت جلسة مجلس الوزراء، ونورد لكم القرارات التي تم اتخاذها في جلسة اليوم، وهي كالتالي: 1. تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات أعمالها احترازياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/4/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 28/5/2020، باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31/5/2020. 2. تكليف كل من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه تجاه مخالفي قرار الحجر المنزلي أو الحظر التجول، ونشر أسماء المخالفين عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي. نظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك، فقد ناقش مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرر المجلس تعديل موعد حظر التجول اعتباراً من أول الشهر الفضيل ليصبح من الساعة 4 مساء حتى الساعة 8 صباحا، وكذلك السماح لخدمة التوصيل للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء من الساعة 5 مساء حتى الساعة 1 صباحا.